السلام عليكم ورحمة الله، حبتي طلبة المرحلة الثانية. هذه المحاضرة يعني راح تكون محاضرة نتكلم بها على المواضيع كلها اللي أخذناها بالمحاضرتين السابقة. أخذنا بالبداية اسم الموضوع يعني second order linear with constant coefficient، يعني معناها المشتقة الثانية. المشتقة الثانية هذه اللي هي linear يعني من الدرجة الأولى، second order linear differential equation، المعادلات التفاضلية من الدرجة الثانية ومن الرتبة الثانية، العفو، من الرتبة الثانية من الدرجة الأولى، يعني linear الدرجة الأولى تكون بها x وبتكون بها y بتكون بها x تربيع، أكثر يعني أعلى أس يكون واحد نسميها لينير. السكند اوردر اللي معناها المشتقة الثانية، يعني معادلة بيها اكس او واي وبيها مشتقة ثانية نسميها لينير سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، معادلة تفاضلية. فبالبداية حكينا على السكند اوردر سبيشال تايبس اللي هن نوعيتين ذني، هذه كنا راح شرحناهن على سبيل الاطلاع والمعرفة بدون أن ندخلهن بالمطالبة بالامتحانات. فكانت هاي الطريقة الأولى تايب 1 اللي هي يسموها Dependent Variable Missing، والطريقة الثانية اللي هي Independent، هاي تايب 2 اللي هي Independent Missing، يعني ما بعد تكون الX Missing، هنا العفو الY Missing اللي هي Dependent Variable missing، يعني ال y missing اللي هو dependent، وال independent اللي هو ال x missing هاي اللي هي type 2 تكون ال y موجود. حكينا بها هاي الطريقة على سبيل الاطلاع، يعني ما مطالبين بها، وأيضا بها هي مجموعة أمثلة محلولة، أو يعني هذا مثال آخر محلول كان. بعدين هذا هم مثال آخر، ثلاثة أمثلة محلولة، وبعد أكو أمثلة أخرى. أي نعم، هاي أمثلة، هذا المثال اللي هو الأمثلة التطبيقية الفيزيائية، هاي تربط الفيزياء بالرياضيات. هذا المثال. المثال الآخر هذا اللي هو أيضا مثال ثاني للأمثلة التطبيقية، ووصلنا الى هذه. هاي مطلوبه linear equation with constant coefficient. هنا شنو هاي معناها؟ المعادلات الخطيه مع الكونستنت كوفيشنت، مع معاملات ثابته. زين، صيغتها العامه هي هاي صيغتها العامه، وتكون بنوعين، يا اما تساوي صفر او تساوي function of x. اذا تساوي صفر homogeneous، اذا تساوي function of x non homogeneous. حكينا طبعا هذا كله شرحناه، و يعني الملخص مال هاي الفيديو انه نلخص لكم المحاضرتين السابقه اللي اخذناهن على شكل 9 فيديوهات تقريبا كانن، وهذا الفيديو حلخص بالحكي اللي حكيته كليته، وانطيكم بنهايته اساينمنت انزله على الجوجل. هذا الاساينمنت مطالبين به، يعني انزله على الجوجل وراح اسوي لكم يعني بتفصيل افهمكم عليه بالنهايه المحاضره هذه. نعم، راح نسوي اساينمنت بالنهايه على الجوجل كلاس روم، وراح اشرح لكم اياه ان شاء الله يعني نهايه هاي المحاضره. linear second order homogeneous، طبعا قبلها هاي يعني هاي كانت الخلاصة مالتنا، شنو؟ انه عندنا معادلة اللي هي هاي function of x، يعني هنا يساوي صفر homogeneous، واذا تساوي دالة non homogeneous. فمشينا بها وصلنا الى linear، هذه اللي هي linear second order. راح نبدي طريقة الحل شلون نحل بها. انه بالبداية نفرض دي تربيع على دي اكس تربيع، او دي over دي اكس نفرضها capital D، فاذا هي تربيع تصير دي تربيع،
وهاي دي اوفر دي اكس تصير كابيتال دي، وهكذا بعدين الكابيتال دي نعوض عنها بالار تصير ار تربيع، بعدين هاي قبلها نقسم على واي على مود تختفي عندنا الواي، وتصير عندنا معادلة هنا يا اما تنحل بالتجربة او فرق مربعين او بالدستور. زين ومشينا بيها هذه كلها الى ان وصلنا الى انه شيء جدا مهم، انه الهوموجينيوس اكويجن، معادله الهوموجينيوس بيها ثلاث حالات تصير نتيجه الروتس اللي تستخرج من المعادله الار 1 والار 2. فيصير عندنا 3 كيسز، الكيس الاولى هاي لازم نحفظها انه اف ار 1 لا يساوي ار 2 فتروح على هذا البوكس الواي يساوي سي 1 اكسبونشال ار 1 اكس زائد سي 2 اكسبونشال ار 2 اكس، ار 1 لا يساوي ار 2، ار 1 يساوي ار 2 هاي الكيس الثاني. اذا الكيس 3 شنو ما يجينا بالروتس، فعندنا الار 1 الفا زائد اي بيتا والار 2 الفا ناقص اي بيتا، والالفا والبيتا نستخرجها من السؤال، يعني احنا اخذنا امثله شوفتكم شلون الالفا والبيتا تستخرجها، تمن تستخرج قيمه الار هنا هاي القيمه اللي تكون بيها المكان مالتها يسموه الفا، هنا البيتا اللي هي بعد ان تكون مثلا جذر ناقص 3 مثلا فتكون ناقص تسحبها تصير جذر 3، فايماجينري اللي هو ناقص جذر 3 وجذر 3 هي البيتا. وحلينا عليها امثله الصيغه مال الايماجينري روتس هاي الواي تساوي اكسبونشال الفا بي سي 1 كوساين بيتا اكس زائد سي 2 ساين بيتا اكس. وراها اكو امثله محلوله طبعا على الهوموجينيس، هذا الهوموجينيس راح يستمر للنون هوموجينيس، يعني هذه الطريقه هي نفسها تستخدم بحل النون هوموجينيس، فتكون بالستيب الاولى هاي العمليه نستخدمها بالستيب الاولى وهكذا الى ان طبعا انا يعني شنو هذه المحاضره بيها امثله هوايه. الأمثلة إحنا يعني مثل البنك، يعني أعيد ونسقل عليكم إنه الأمثلة مثل بنك المعلومات، شلون أني أنطيكم أمثلة كثيرة محلولة، فمو معناها لازم كل مثال أقعد أحله بالورقة والقلم وأفصل لكم، لأ أحل مثال مثالين أفهمكم إياه بالضبط شلون صار وشلون إجا، والبقية تبقى عليكم أنتم تشوفوها وتحلوها وتتناقشون وياي بيها الدزولي وأجاوبكم هاي الطريقة. طبعا هاي أمثلة همين كثيرة محلولة، قسم احنا شرحناها وقسم عرفناها وهكذا إلى أن نوصل هذه نوصل لها اللي هي linear second order non homogeneous. هذه الحل مالتها يكون stable، stable الأول إنه homogeneous يعني نجعل المعادلة homogeneous، يعني مو non homogeneous، احنا نقول شنو stable الأول، نجعل المعادلة homogeneous بتصفير الطرف الايمن، الطرف الايمن هذا نقول يساوي صفر صارت هوموجينيس ونحلها على الهوموجينيس. من تحلها على الهوموجينيس تستخرج همين روتس اثنين ار1 وار2، وبالنتيجه هاي الار1 والار2 راح توديك الى يا كيس من عندهم كيس 1 او كيس 2 او كيس 3. وتكتب الواي هنا راح تكتبه واي اتش، يعني اتش اختصار للهوموجينيس. الجزء الاخر اللي هو الخاص بالفانكشن اوف اكس هذا ينحل يا اما بطريقه الفاريشن اوف بارامترز او طريقه الاندترمايند كوفيشنت. طبعا هاي كانت يعني محاولات بالبدايه يحاولون شلون يوصلون للطريقه، يعني حاطت لكم على سبيل الاطلاع هذه انه بالبدايه ما وصلوا راسا الى ان سووا محاولات في هذا السؤال، وجزء من المحاولات كان هذا الـ variation of parameters. أرجع أعيدها أربط لكم إياها، هذه المعادلة الرئيسية، المعادلة الرئيسية شنو بيها function of x، ليش؟ لأن إحنا non homogeneous. فالستيب الأول شنو نسويها homogeneous؟ اللي هي إحنا نصفر للطرف الأيمن، زين. الستيب الثاني نرجع الطرف هذا، شلون نرجعه؟ نقول y particular، y particular اللي هو الجزء اللي خاص بالـ function of x. هذا الـ y particular أجيبه منين؟ من variation of parameters. اللي هي هاي variation of parameters او اجيبها من الاندترمايند كوفيشنت. الفاريشن اوف بارامترز بيها ستيبس، ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3، هذه كلش مهمه.
ستيب 1 شنو؟ انه شرحت انه نجعل الطرف الاي من صفر وتصير هوموجينيوس. الستيب 2 شنو؟ الستيب 2 انه تحسب كابيتال دي. كابيتال دي شنو هذا؟ كابيتال دي اللي هي مصفوفه يو 1 يو 2 وجواها العفو اسفل اليو 1 مشتقه اليو 1 واسفل اليو 2 مشتقه اليو 2. هذا اليو 1 واليو 2 احنا تحصله منين؟ تحصله من الستيب الاول اللي هو بالهوموجينيس، وهذا تتشتقه. بعدين كملت الكابيتال دي تحسب في داش 1 وفي داش 2 اللي هو هذا قانونه يو 2 اف اكس طبعا ناقص هنا على كابيتال دي. بعدين تسوي انتجريشن للفي داش 1 والفي داش 2 فتستخرج الفي 1 والفي 2، ومن تستخرج هنا تعوض هنا بهاي المعادله، تعوض مباشر في 1 يو 1. هاي الطريقة وحلينا عليها. الطريقة الثانية اللي هي الأندترمايند كوفيشنتس، هاي الطريقة بيها جدول بصفحة 35 هنا. هذا الجدول طبعا تحفظه، هذا الجدول بيه ثلاث حالات، ما راح تجيك غير هالثلاث حالات، الإكسبونيشيال آر إكس وحالة الساين والكوساين وحالة المعادلات لما تجي إكس تربيع أو 2 إكس تربيع أو يجي حد مطلق، مرات مو معادلة مثل 3 أو 6 هم تعتبره مثل المعادلة. إذا جاك حد مطلق تعتبره مثل المعادلة، هاي مهمة جدا الملاحظة. خاف يجي حد مطلق بدون X فتوديه بهذه الخانة وتستخرج المعادلة الخاصة به. الأسئلة اللي صارت يعني سألتوني هذا الأسبوع على شلون، يعني أكو أسئلة محلولة بطريقة مختصرة، فأنتم مثل اللي صار عندكم يعني confusing إنه شلون هاي شيء تتنعاد. انت عوف هاي الاسئله المختصره، يعني حلها بالطريقه اللي انت موجوده وقارن حلك، هاي مهمه جدا. اذا شفت سؤال محلول بطريقه تختلف عن الطريقه اللي اني دا اشرح بيها، هاي مو خطا، هاي طريقه مختصره، فانت شنو تسوي؟ تحل بالطريقه اللي انا شرحتها واللي حليت بيها بعض الامثله، وتقارن الحل ويا الحل اللي موجود. هذا اهم ما اوجهكم به. آخر شيء أخذنا اللي هي الهاير أوردر، آخر موضوع كان هو الهاير أوردر اللي هو نفس ال هذا صفحة هاير أوردر، هذا صفحة 64. هذا نفس الطريقة الهاير أوردر، نفس الفكرة، بس مجرد أنه نضيف يعني نضيف مثل الـ YH C1U1 C2U2 زائد C3U3، نضيف روتس آخر، يعني مو كان 2 روتس، يطلع جذرين هنا ثلاث جذور أو أربع جذور حسب. وأخذنا عليها أمثلة، هذه مثلا ثلاث جذور دي تكعيب، فالحل مالتها يكون ثلاث جذور. فنشوف الجذور هاي الثلاثة شنو الثلاثة؟ ثلاثة مختلفة أوديها على الكيس 1. إذا اثنين مختلفات، اثنين مشابهات، واحد مختلف، المشابهات الاثنين أوديها كيس 2، والمختلف واحدة أوديه كيس 1. إذا imaginary roots أوديه كيس 3، وهكذا أنا شرحتها هاي كلها المحاضرة. هسه شنو نحكي لكم على الأسايمنت اللي أريده أني؟ أريد خلال يومين راح أنزل assignment بالجوجل كلاس روم وتحلوه وتدزوه على جوجل كلاس روم، راح أعطيكم يومين، اليوم اللي هو هسه احنا يوم الاثنين، يوم الاثنين هاي محاضرتكم، أنا هسه ما عندنا محاضرة اليوم، سوينا مراجعة للمحاضرات اللي راحت، وبالنتيجة راح تجي تقعد تحل assignment وتدز لي إياه على الجوجل كلاس روم. الاساينمنت هذا الاساينمنت هذا الاساينمنت بس نعم الاساينمنت هذا السؤال اللي هو using undetermined coefficient method، استخدم طريقة ال undetermined coefficient اللي هي المعاملات الغير محددة يعني بالعربي، بس
بالانجليزي افضل يعني واحد يعرفه عنده ترمايت كوفيشنت، سولف حل هاي المعادله اللي هي واي دبل داش، هاي واي دبل داش شنو؟ هاي دي تربيع واي على دي اكس تربيع زائد 2 واي داش اللي هي شنو معناها دي واي اوفر دي اكس تساوي 24 اكس زائد اكسبونشال 2 ناقص 2 اكس. هاي اريد تحل اياها، انطيك بيها وقت اللي هو 2 والثلاثة باكر لك حد لحد السبعه العصر يقفل ال يعني يقفل ال الرد اوتوماتيكلي على جوجل كلاس. وان شاء الله اتمنى لكم يا ربي الموفقيه وشكرا جزيلا.